هلا وغلا فيكم بحلقة جديدة من قصص مرعبة. جبنا لكم قصص اليوم من المتابعين. قبل ما نبدأ لا تنسون تزور اللايك واشتركوا بالقناة، واللي يخاف لا يكمل. والحين خلونا نبدأ. حارس الموت من تأليف جود. مثل كل يوم قمت على صوت المنبه، مجرد يوم عادي زي كل الأيام. حسيت بألم فظيع في ظهري بسبب سوء جودة السرير اللي نام عليه. تأففت من الفقر اللي أنا عايش فيه لدرجة صرت أتمنى الموت على هذه الحياة. أخذت جوالي وكالعادة كان الشحن بخلص، تركته على الطاولة ورحت للثلاجة أدور شيء أكله، واللي استقبلني كان بياض ناصع. ضحكت على حظي السيء اللي كل يوم يزداد سوءا. بالمناسبة ما عرفتكم على نفسي، أنا آدم عمري 25 سنة، ما عندي في ذي الحياة أحد، أشتغل في مكان الناس تخاف منه، غابة الانتحار. يا كثر ما سمعت الإشاعات عنها وكثير ناس نصحوني أترك العمل فيها، بس إيش بصدق من التفاهات اللي يقولوها؟ شيطان يسكن الغابة وهو سبب انتحار الناس. هذه مستحيلة. إيه هي المشهورة بكثرة انتحارات فيها، لكن مستحيل أصدق خرافة أن الشياطين هم سبب الانتحارات في ذي الغابة. بس في أشياء غريبة تصير في الغابة، وأولهم أثار النقوش برموز غريبة على الأشجار أو الأصوات المخيفة، مع أنه ما في حيوانات تسكن هذه الغابة، وحتى الحرائق اللي تكون داخل الشجر نفسه. النار تكون داخل لحاء الشجر وتجلس على ذي الحال لساعات، وبعدها تتحول شجر بأكملها للرماد وما يصير شيء لباقي الأشجار. مع كل هذه الأحداث إلا أني ولا مرة فكرت أني أخرج من الغابة. شغلي بسيط، أحاول أمنع الناس من الانتحار وأنقل جثث الناس اللي انتحرت إلى مركز الشرطة. لبس ملابسي اللي كانت مثل ملابس الشرطة بس تختلف في الألوان وحذاء جلدي. أخذت أغراضي من مسدس صاعق وكشاف يدوي ولاسلكي وثبت خلطي على رأسي. خرجت من الكوخ أستكشف الغابة. الضباب كان كثيف بشكل غير طبيعي لدرجة ما أقدر أشوف شيء قدامي. مسكت اللاسلكي وتكلمت، أنا الحارس آدم، بدأت دوريتي. كنت أنتظر رد من الشخص المسؤول عن مراقبة الكاميرات اللي بالمناسبة اسمه مارك. أنا ومارك نعرف بعض من وقت طويل، من يوم ما كنا صغار. كنا عايشين في نفس الميتم وعشنا لحظات ما تنسى، بس بعدها كل واحد فينا راح في طريق، ولكن شاء القدر أنه يجمعنا مرة ثانية. آدم، المنطقة 26 فيها جثة. رحت المنطقة اللي ذكرها مارك وكان قلبي مو مرتاح، كنت أحس بضيقة مو طبيعية، أحس أن هذا اليوم ما راح يكمل على خير. الغابة كبيرة جدا وصعب أن شخص واحد يكون مشرف على كل مناطقها، لكن ما حد يبغى يشتغل هنا لأسباب كثيرة، منها أن الراتب ما يساوي شيء وأن المكان مخيف. كملت بحث المنطقة اللي حددها مارك لما لقيت الجثة. كانت جثة مراهق، بشرته شاحبة وأطرافها زرقة، جسمه متصلب، كلها كانت دليل على أنه مات من ساعات. كانت أغلب الجثث تكون المراهقين فضل الموت على الحياة. شلت جثث على ظهري بدون أي تعابير، لأني بكل بساطة تعودت على الجثث والدم، لأني أشتغل هنا من 10 سنوات عشان أقدر أعيش. الكل رفض يساعدني أو يخليني أشتغل عنده لأني كنت صغير في السن. لما قابلت حفيد مالك الأرض اللي فيها الغابة، أعرف عليه الشغل فيها وأنه بيوفر لي مكان أعيش فيه وراتب ما يزيد عن $200 في الشهر. كان هذا العرض بالنسبة لي ما يتعوض، فوافقت عليه. وحتى الآن وأنا أشيل جثث الناس على ظهري إلى مركز الشرطة القريب، كان المركز يبعد مسافة كبيرة عن الغابة، عشان كذا أحط الجثث في مكان معين وأتصل على الشرطة. حطيتها ورجعت للغابة أتجول فيها والضباب يزداد كثافة. تجولت في الغابة ولاحظت في طريق غريب، ما كان مثل باقي أجزاء الغابة. كانت الأرض مليانة أزهار من جميع أنواع والألوان. مشيت في الطريق بس الغريب الكاميرات كانت موجودة، وهذا يعني الطريق من زمان موجود بس ولا عمري شفته. كملت مشي وفجأة وقف قلبي من الخوف. كانت في جثث لأشخاص كثيرة معلقة على أشجار إلا شجرة واحدة. قربت من ذيك الشجرة وانتبهت لشيء محفور، كان رقم 666، ولاحظت شيء ثاني كان على أشجار عليها أرقام وجثث، إلا ذي عليها رقم بس ما عليها جثة. الحارس آدم، الحارس آدم، مسكت لاسلكي بسرعة عشان أجاوب مارك. أسمعك يا مارك. كان مارك يحاول رد علي لكن الصوت كان مشوش. آدم أهرب وراء شيطان. للحظة تجمدت في مكاني، هو أنا اللي سمعته صح؟ مارك يقول أنه وراي شيطان. دب الرعب في قلبي وحسيت أن أحد يطالع فيني. كنت أرتجف خايف أني ألف راسي وموت. أنا لسه أبغى أعيش، لسه أحلامي ما حققتها. حاولت أجمع شجاعتي ولفيت راسي، ويا ليتني ما لفيته. قدامي
كان في شخص أكثر مني بقليل وبشرته شاحبة مائلة للزرقة وعيونه سودة بالكامل. كان فمه مشقوق لما أذنه ويبكي دم. جسمه كله جروح وملابسه كان عليها مزيج من الطين والدم. واللي خلاني أطيح على ركبي من الخوف يد اليسار. في يد اليسار رأس إنسان مقطوع بطريقة بشعة. تكلم بنبرة بريئة وصوت طفولي وعلى وجه ابتسامة كبيرة واللي زادت على شكل مرعب رعب. أنت الحارس آدم؟ ما قدرت أجاوب، لساني انعقد وبعدها كمل كلامه. تلعب معي؟ كنت طالع في عيونه وابكي، أبكي من الخوف، الخوف من الموت. وعلى يد مين؟ على يد كان غريب أشبه بالجن والشياطين. كنت بعرف وموقن أن هذا الشيء اللي قدامي ما راح خليني أعيش بسلام حتى يصير راسي مقطوع في يده. وبعد ما لاحظ أن سكوتي طول كمل كلامه، بس هذه المرة تغيرت نبرته 180 درجة. ابتسامة اختفت، صوته صار أقوى وأسلوبه صار أسلوب مر. أنت آدم؟ أنت بتلعب معي وبتخسر. حاولت أتكلم بعد محاولات أخيرا نجحت. أنت مين؟ هو طالع فيني مباشرة وقال بهدوء شديد، أنا ميلوس وأنا الشخص اللي بيحول حياتك لجحيم. هو اقترب مني لدرجة صرت أشوف انعكاس وجهي على عيونه. كان يتمتم كلمات ما فهمتها، وبعدها بعد عني ومسك رجلي صار بيده بعد ما ترك راس البشري بجانبه في الشجرة. سحبني بسرعة جدا عالية لدرجة حسيت الصغور اللي كانت في الأرض سلخت جلدي، وهي ثواني حتى ضرب راسي في حجر وأغمى عليه. صحيت وأول شيء شفت عيني كان شكلي. كنت في غرفة كل جدرانها من المرايا، وبس الغريب كانت جروحي كلها مضمدة وملابسي كانت ملابس جديدة وماركات غالية ما حلمت في يوم حتى أني ألبس منها. كنت جالس على كرسي خشبي وأطرافي مقيدة. انتظرت وانتظرت، انتظر اي شخص يجي للغرفه اللي انا فيها. وبعد تقريبا نص ساعه سمعت صوت خطوات وفتح الباب ودخل نفس الكائن الغريب اللي اسمه ميلوس. كان ماسك في يده كرسي وحطه قدامي وجلس. كان لسه بنفس هيئته القذره والابتسامه المخيفه وارتسمت على وجهه مره ثانيه. ادم، انت وافقت تلعب معي وهذه الشروط. 1، انت لك 3 طلبات في اليوم وسؤالين بس. إذا طلبت أكثر من 3 أو سألت أكثر من سؤالين رح أقطع لك إصبع. 2، أنا في كل يوم بجرحك جرح في أماكن متفرقة وإذا فقدت الوعي بقطع لك إصبع. 3، إذا مرت 48 ساعة وأنت محافظ على الشرطين الأول والثاني رح أسمح لك تطعني طعنة واحدة فقط، وإذا حاولت تقتلني في لحظة رح يكون راسك بين رجلينك. 4، وهذا هو أهم شرط ولازم ما تنساه أبدا، وهو أنا أفوز دائما. وقتها أيقنت أني مستحيل أخرج من هذا المكان. مسك سكين وثبت يدي اليمين ومر السكين على يدي بشكل خفيف، لكن فجأة وقف ورفع يده بسرعة وهي أجزاء من الثانية حتى استقرت سكينة في يدي، أو بالأحرى اخترقت يدي كاملة وطلعت من جهة ثانية. ما أقدر أوصف لكم الألم من شدته. صرخت بأقوى ما عندي، أصرخ وحاول أفك يدي. هو كان يضحك بشكل هستيري، ضحكته كان دليل على أني مستحيل أفوز عليه. هو وقف ضحك بشكل مفاجئ واقترب مني وحضني. أنا مستغرب مثلكم. هو همس بنفس الكلمات اللي قبل لكن هذه المرة بشكل أوضح. أنا وأنت توأم الألم. ولسه يحتضني ويهمس بنفس الجملة اللي ما فهمت قصته فيها. بعدها خرج من الغرفة. كانت دموعي تسيل على وجهي، هنا بموت وما حد راح يفكر فيني. أنا الموت أفضل لي. ليش؟ لأني ما أعرف شيء، ما أعرف أكتب ولا أقرأ ولا أطرح ولا أجمع. عشت في الشارع، أيام كانت تمر وما ألقى فيها حتى كسرة خبز. الموت رحمة لي. بعدين دخل مرة ثانية لكن هذه المرة مع شاش معقم جروح وحتى إبرة خياطة طبية وخيوط طبية. فك يدي اليمين ومسح الجرح بقطنة فيها معقم، وبعدها خيطه ولفه بالشاش ورجع قيد يدي مرة ثانية. جلس قدامي وكان يطالع في الأرض وقال بصوت هادي، أنتم البشر ضعيفين، من أبسط المواقف تختارون الموت. سكت لي ثواني وكني حاول أستوعب اللي صار اليوم. أنت ليش تعذبني؟ إيش تستفيد من هذا الشيء؟ سألت بدون ما أرفع رأسي. أستفيد؟ أنا ما أستفيد منكم شيء يا بني البشر، أبي بس أعلمكم أن حياتكم في ناس ثانيين يتمنونها وبعدها أعطيكم اللي تختارونه، أما الموت وأما المال. كلامه كان متناقض لكن الكلمة الوحيدة اللي توصف الكائن اللي قدامي. قضى تفكيري بصوته لما كنت أحاول أفكر كيف أقدر أطلع من هنا،
وبعدين سألت سؤال، إيش قصدك بجملة أنا وأنت توأم الألم؟ بعدها ابتسم الثواني وجابني، إلا أني أنا وأنت الوحيدين اللي نعرف معنى الألم. رفعت رأسي، طلعت في عيونه بدون ما أتكلم، بعدين طلع وتركني. تركني أتأمل الكرسي اللي قدامي. 3 أيام مرت وأنا على ذي الحال، كل مرة يجيني ويطعني بالسكين وقطع لي 3 أصابع. وبعد فيك 3 أيام فقدت حواس كثيرة، أولهم الإحساس بالوقت، وبعدها رجع مرة ثانية، رجع وشايل منشار كهربائي لكن ما يهمني شيء. هو قرب مني وقطع رجلي اليسار لكن ما يهمني شيء، فقدت الإحساس بالألم، ما صرت أسأله ولا أطلب منه شيء. مرت الأيام وما أعرف عدها، كان في كل يوم يجي ويسوي نفس كل يوم، يطعني ويطلع. بس في يوم من الأيام هو جاء على غير العادة، ملابس نظيفة وعيونه طبيعية، والشق اللي من فمه لما أذنه اختفى. وقتها عرفت الشخص اللي قدامي من يكون، كان مدير الميتم اللي عشت فيه. كنت أغمض وافتح عيوني بصدمة، معقولة؟ معقولة؟ إن الشيطان اللي قدامي هو نفس الأب الحنون ذاك؟ مستحيل، مستحيل يكون نفس الشخص، أكيد أنا أتوهم. هو جلس قدامي وتكلم بصوت حنون، نفس الصوت اللي كنت أحبه لما كنت صغير، واللي كان ينسيني كوني يتيم. مرت السنين، ما توقعت تكون ضحية جديدة يا آدم، لسه أتذكر أني أنا اللي سميتك آدم. حاولت أني أطرق من هذه الغابة، حاولت أحذرك لأني أبغاك تعيش، لكن للأسف أنت ما انتبهت لتحذيراتي. هذه الغابة أنا سيدها، ما حد يقدر يتحكم فيها غيري، وأنت خالفت القانون. آسف آدم، لكنك أنت اللي اخترت كل هذا. في رأسي جاني 1000 سؤال، وسؤال كيف كل هذا صار؟ ليه ساعدت أطفال البشر؟ كان متجه للباب بس وقف ورد عليه، لأن أطفال البشر ما ينسون. وخرج. جلست أفكر واستوعب أن اللي رباني كان شيطان. لسه أتذكر كيف يجي لغرفتي وقت العواصف ويحضني طول الليل، ولما كنت أطيح وأنا ألعب يجيني ويعالجني، ولما أمرض كان يسهر علي لأجلي. وفي هذه الأثناء كان ملوس جالس لوحده، جالس يفكر ويتذكر الماضي. كان يقول في راسه، قبل 24 سنة كنت جالس ألعب مع 4 أطفال في ميتمي الصغير، كانوا فيه 3 بنات وولد. وقتها كان الثلج مغطي الطرق، واللي خلاني أجلس في الميتم وما نروح لمدينة الملاهي اللي طلبوها مني. حاليا جالس أراضيهم. سمعت صوت الجرس وتركت الأطفال ورحت الباب، ولما قربت سمعت صوت بكاء طفل. فتحت الباب بسرعة ولقيت طفل صغير عمره سنة تقريبا، جالس على الثلج وملابسه بالكاد تدفئه. شلته وسحبته لحضني، كان جسمه كقطعة ثلج. مسحت على راسه وادخلت الميتم بسرعة، وكان بين بكاءه أسمع ينادي أمه. دخلت الأطفال اللي كان أكبرهم مارك عمره 9 سنوات تقريبا، وصغرهم أميليا عمره 5 سنوات تقريبا، أما فيكتوريا أوليفيا فهم في 7. مارك انتبه للصغير، بروح أجيب شيء وجي. تركت الطفل الجديد في حضن مارك ورحت أدور ملابس له، ولما جيت كان وقف بكاء ويطلع اللي حوله، كان يحاولون يضحكونه ونجحوا، صار يضحك ويصفق بيدينا. أخذت منهم وأنا أضحك على أشكالهم اللطيفة. بعدين أميليا سحبت يدي وقالت لي، خلي معنا شوي بس. ضحكت على محاولتها في أنها تكون لطيفة عشان أخلي معهم، بس رفضت وأخذت معي. غيرت ملابسه وتأكدت منها تكون دافية، ورجعت نزلت لهم وجلس معهم على الأرض، وكانوا فرحانين بدخول شخص جديد للعائلة. كان ضحكاتهم تملي المكان، لكن نطقت أوليفيا فجأة، إيش اسمه؟ وهنا سكت. وهذه كانت قصتنا لحلقة اليوم، أتمنى تكون عجبتكم، وأيضا لا تنسون ادعموا الكاتب القصة واشكروه على قصة الجميلة هذه. كما كنت فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.